الاقتصاد القطري بيدفع عبر سلسلة من الخسائر المتتالية فاتورة الدعم للإرهاب، حيث كشفت بيانات البنك المركزي القطري أن الحكومة ضخت 6.9 مليار دولار في المصارف المحلية الشهر الماضي بعد تراجع ودائع المقيمين والقطاع الخاص في البنوك القطرية. خلينا نتابع. قطر هي من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات العالمية، أما بما يتعلق بالأزمة فالتحديد التأثير فيها محدود جدا. في البدء تحدث هكذا وزير الاقتصاد القطري مقللا من تأثير الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على اقتصاد دولته بسبب إصرارها على دعم وتمويل الإرهاب، إلا أن الأيام أثبتت كذب ادعاءاته، وانتهى الحال بالإمارة لتعترف بالخسائر المتلاحقة للاقتصاد القطري عبر تقاريرها الصادرة عن وزارة التخطيط. فالإجراءات الرادعة التي اتخذتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين بحق الإمارة لدعمها للإرهاب وتعنتها في عدم التخلي عنه تسببت في نزيف يومي للاقتصاد القطري، بدءا من ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 0.2%، وذلك خلال شهر يوليو وحده، والذي ترجم في ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات في البلاد بنسبة 4.5% عن مستواها قبل عام، لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ العام 2014 على الأقل. وتراجعت تكاليف الإسكان والمرافق 3.6% عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل، مما يدل على تراجع الطلب والاستثمار بالإمارة. النزيف لم يتوقف عند ذلك فقط، بل بدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر، مما قلص السيولة في القطاع المصرفي، الأمر الذي دفع الدويلة لضخ ما يقرب من 7 مليارات دولار في البنوك المحلية لتعويض العجز والتدفقات المالية النازحة. وكشف البنك المركزي القطري عن تراجع الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بنسبة 8% على أساس شهري. الصدمات التي تلقاها القطاع المصرفي القطري دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لترفع تكلفة التمويل على البنوك القطرية في أسواق الدين العامة، كما خفضت وكالة مودز للتصنيف الائتماني توقعاتها للنظام المصرفي القطري إلى التصنيف السلبي، وبرر ذلك بضعف شروط التشغيل واستمرار ضغوط التمويل التي تواجه البنوك القطرية. ويقدر اقتصاديون قيمة خسائر الاقتصاد القطري بأكثر من 75 مليار دولار منذ بدء الإجراءات العربية ضد نظام الحمدين قبل ما يقرب من 3 أشهر.